بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حادث إطلاق نار في وقت سابق اليوم وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وشعب اليابان الصديق وأسرة الراحل معربا جلالته عن استنكاره لهذا العمل الاجرامي المنافي للقيم والمبادئ الانسانيه واشاد جلالته بجهوده واسهاماته في تعزيز وتنميه العلاقات الثنائيه الوطيده بين مملكه البحرين واليابان وتطور وازدهار بلاده وتقدم شعبها راجيا جلالته لذوي الصبر والسلوان